بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كان السلف رحمهم الله تعالى إذا دخل رمضان يقولون: رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وروي عن الشافعي رحمه الله أنه كان له في رمضان 60 ختمة للقرآن. فمن أعظم الأعمال وأجلها وأفضلها، بل هي من العبادات ومن أفضل العبادات في شهر رمضان المبارك، تلاوة القرآن العظيم، فهي عبادة أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، فقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ويقول عز وجل: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ويقول عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وكذلك أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فتلاوة القرآن العظيم عبادة من أجل العبادات، وتجارة من أعظم التجارات، تجارة رابحة لا تعرف الخسارة ولا الكساد ولا البوار، صاحبها في نماء وربح دائمين، يفوز صاحبها بمرضات الله وجنة الله ورضوان الله، وينجو من عذاب الله وسخطه. آية في كتاب الله يسمونها آية القراء، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم أعنا في شهر رمضان المبارك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا يا ربنا على تلاوة كتابك، والحمد لله رب العالمين.